في ولما له علاقة بالملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة. ولذلك انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي للمزيد من المناقشة الاقتصادية. دكتور وليد برحب بك على شاشة إكسترا نيوز وأهلا بك إلى هذه التغطية. ويعني نحن كنا نستعرض الآن على الهواء مباشرة بعض النقاط الخاصة بمبادرة ابدأ، وهذه المبادرة هي تستهدف يعني شقين: التقليل الاستيراد والاعتماد على الصناعة المحلية وخلق فرص عمل للمواطنين المصريين. قراءتك لهذه المبادرة وكيف يمكن أن تدفع بالاقتصاد المصري للمضي قدما؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل مشاهدي إكسترا نيوز. والواقع أنا عايز أبدأ حديثي من ما تم الإعلان عنه اليوم من أن هناك تغيير هيكلي متعلق بتلك المبادرة. فنحن ننتقل اليوم من مبادرة إلى شركة، فمبادرة ابدأ تتحول اليوم إلى شركة. هذه الشركة بتدخل يكون المساهم الأكبر فيها مؤسسة حياة كريمة، بحيث أن أكون أمام مشروعات حقيقية. تلك الشركة ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص في الكثير من المشروعات، وهيكون الأرباح الخاصة بتلك الشركة تتوجه لتطوير الريف المصري. إذن نحن الآن أمام نموذج مؤسسي تنتقل فكرة إبدأ ومبادرة إبدأ لأن تكون لها آليات، لها شركة. هذه الشركة سيكون لها ميزانية، سيكون لها محاور للعمل. محاور مبادرة إبدأ في البداية هي بتشتغل على ثلاث محاور: المشروعات الكبرى، دعم الصناعات، البحث والتطوير والتدريب. بالتالي هذه الثلاثة محاور أصبحنا أمام شركة بتتواصل مع المستثمرين وفقا لآليات القطاع الخاص. إذا كان هناك مشروعات كبرى بتقوم الشركة بعمليات الترويج لها والتفاهم مع المستثمرين، سواء المستثمرين في الداخل أو في الخارج. إذا كنا أمام صناعات محلية، وكما أعلن السيد الرئيس بنفسه اليوم أن الدولة المصرية جاهزة لأن تدخل في شراكة مع المستثمرين حتى وإن وصلنا إلى نسبة 50% مشاركة من الدولة في سبيل تجهيز ذلك. وعلى مستوى المشروعات الأقل حجما، يمكن من خلال هذه الشركة القيام بمهام التدريب والتطوير لصغار المستثمرين حتى يكونوا قادرين على المنافسة. إذن نحن الآن نحول المبادرة إلى آلية مستقرة، شركة تستهدف الربح وفقا لآليات القطاع الخاص، بحيث يكون هناك توافق بينها وبين المستثمرين بصورة تحقق المستهدف من تعميق الصناعة وزيادة النشاط الصناعي خلال الفترة القادمة. دكتور وليد، هل يعني ذلك بأن هذا التحول من مبادرة إلى شركة يعني الاستمرارية، وليست فقط أن تكون هذه هي مبادرة وقتية لمواجهة يعني أزمة عالمية في الوقت الراهن، ولكن تكون هذه الشركة مستمرة حتى مع يعني زيادة النمو، حتى مع زيادة الناتج المحلي، حتى مع توطين الصناعات؟ بالتأكيد، يعني مبادرة إبدأ التي بدأت في 26 إبريل 2022 خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عندما أطلقها السيد الرئيس كمبادرة لدعم وتوطين الصناعة المصرية، اليوم بتلتقي مع مبادرة أخرى كان ابتدعها الشباب في مؤتمر الشباب اللي هي حياة كريمة. اليوم نتحول إلى إطار مؤسسي، ولكن أنا عايز أأكد على أن فكرة الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص أصبح لديها الكثير من المنافذ، لأن أنا عندي بالفعل شراكة بيقوم بها الصندوق السيادي مع المستثمرين المصريين، وبتقول لهم اتفضل المستثمر، بيتم الصندوق السيادي بيتم نقل أصول إليه اللي يدخل بقى شراكة مع القطاع الخاص المصري ولا أجنبي. عندي أيضا وحدة الشراكة مع القطاع الخاص اللي موجودة في وزارة المالية، ودي بتقوم بإجراءات شراكة، ولديها مشروعات شراكة مع القطاع الخاص المصري ولا أجنبي. لدينا صندوق الأموال المستردة بشكله الجديد، هو جاهز للدخول في شراكة مع القطاع الخاص والأجنبي. لدي هيئة الأوقاف أيضا، واليوم لدي شركة إبدأ. بالتالي فهناك تنوع الأطر والمؤسسات والهياكل التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص للشراكة، تؤدي إلى أن يكون هناك خيارات متنوعة للمستثمر. يعني أنا المستثمر النهاردة
ايه المطلوب من الدوله؟ الدوله النهارده بتمدي بتمد له يد الشراكه من خلال مجموعه من المؤسسات والمنظومات المتنوعه بما يناسب ظروف الدوله. بالنسبه فاذا تصدى المستثمر للعمل دون شراكه فان السيد الرئيس يعلن اليوم تقديم رخصه ذهبيه تغنيه عن كافه الترخيصات، يبدا يشتغل فورا رخصه ذهبيه. دي معناها انه مش محتاج يحصل على ترخيصات من جهات عديده، هي رخصه ذهبيه بتغنيه عن كافه الترخيصات ليبدا. فان كانت المشكله في التمويل فهناك مبادرات تمويل بتقدمها الدوله، ومن خلال المؤتمر الاقتصادي بدا ان الدوله مرحبه لكي تكون اداه الصله ما بين المستثمرين المحليين ومؤسسات التمويل التنموي العالميه منخفضه التكلفه حتى يبدا. بخصوص الخارطة الاستثمارية، سواء كانت الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار اللي بيتم تطويرها بصورة دورية أو في المحليات أو في مبادرة ابدأ، اللي من ضمن محاور العمل بها أن يكون لديها قاعدة بيانات للنشاط الاقتصادي اللي في مصر والفرص الاستثمارية. نعم، حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة دكتور وليد، يعني المؤتمر الاقتصادي وتوصيات المؤتمر الاقتصادي. كيف للمؤتمر الاقتصادي وهذا الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة مع مبادرة ابدأ وتحويلها كما أشرت إلى شركة، كيف لهذا التكامل أن يستمر وأن يعني تأخذ هذه الاستراتيجية، استراتيجية توطين الصناعة ودعم الصناعة، تأخذ التوصيات التي أتى بها المؤتمر الاقتصادي؟ كيف نرى ذلك؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن حتى المشاركين في المؤتمر الاقتصادي لم يكن لهم أن يتخيلوا أن التوصيات بيتم تطبيقها وتنفيذها بهذه السرعة وهذه الفورية. لأن المؤتمر الاقتصادي انتهى بالتوصية بالتواصل وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد وتم. المؤتمر الاقتصادي كان له توصيات بدعم المستثمرين سيما في مجال التوسع في الرخصة الذهبية، وكانت مجرد فكرة منذ عدة أيام. اليوم بيعلن الرئيس بأن الرخصة الذهبية سيتم مدها إلى كافة المشروعات. الرخصة الذهبية على فكرة موجودة منذ عدة أشهر، ولكنها كانت متعلقة بمشروعات محددة، ثلاثة مجالات هي الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة فقط. اليوم السيد الرئيس بيتوسع في هذه الرخصة الذهبية لتشمل كافة القطاعات لمدة 3 أشهر بناء على توصيات المؤتمر. يعني أنا أتحدى أن يكون المشاركين والمطالبين بهذا الطلب في المؤتمر كانوا يتخيلوا أن تكون الاستجابة بهذه السرعة. بالتالي فإنني أقرأ أن هناك تصميم من السيد الرئيس بنفسه على دعم هذا الملف، وأن الملف هذا الملف على مقدمة اهتماماته. الأمر اللي بنشوف فيه يعني اهتمام من سيادته، حتى وصل الأمر إلى أنه يقترح أن يكون هناك كيان مباشر مع رئاسة الجمهورية لمباشرة هذه المشروعات. هذا الأمر اللي بيقول أن الدولة المصرية مصممة ولديها العزم والتصميم على دفع هذا القطاع. يعني والواقع احنا تعودنا ان الملفات لما بتكون بإشراف مباشر من السيد الرئيس بيتم فيها انجاز كبير في وقت قصير. وتصور ان ملف الصناعة وملف الاستثمار عموما وملف الصناعة على وجه التحديد سيشهد الكثير من الحركة والكثير من تجديد الحوافز والمزيد من الرعاية خلال الفترة القادمة، والتي من أهمها مبادرة إبدأ التي تحولت إلى شركة وغيرها من الإجراءات التي أعلن عنها اليوم. وأتصور أن الفترة القادمة في مجال متابعة الدولة المصرية لمستجدات العمل في القطاع الصناعي، هي الدولة المصرية جاهزة لأن تكون أكثر تفاعلا من كافة المحاور بصورة تدفع هذا القطاع إلى الأمام ليباشر دوره في عملية التنمية وفي قيادة التنمية خلال الفترة القادمة. الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف.